بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، نرحب بحضراتكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وقولوا للناس حسنا. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فهذه هي مراحل حياة الإنسان منذ نزوله إلى هذه الدنيا حتى خروجه منها، لكنه في مراحل الضعف الأولى ربما يجد من يفرح به، من يهتم به، من يعتني به، لكن في مراحل الضعف في آخر حياته يجد ممن حوله إهمالا، وربما يجد تأففا عبر عنه القرآن الكريم بقوله سبحانه وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كيف اهتم الإسلام واعتنى الإسلام بهذه الفئة الضعيفة في المجتمع، فئة كبار السن؟ هذا هو موضوع هذه الحلقة مع ضيفينا الكريمين، فضيلة الشيخ أسامة جبريل من علماء وزارة الأوقاف. أهلا بكم فضيلة الشيخ أسامة. كما نسعد أيضا بفضيلة الشيخ محمد الخزامي من علماء وزارة الأوقاف، نرحب بكم مرة أهلا بحضرتك سامي. فضيلة الشيخ أسامة، يعني ونحن نتحدث عن هذه الفئة الضعيفة في المجتمع، يعني كيف اعتنى بها الإسلام واهتم بها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بالعناية بهذه الفئة؟ الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كرم الإنسان في جميع مراحل حياته. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلك طريقه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الإسلام قد كرم الإنسان أعظم تكريم. قال سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وفضله سبحانه وتعالى على كثير ممن خلق تفضيلا. قال جل جلاله: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والمتأمل في شريعة الإسلام يجد أنها قد اهتمت بالإنسان في جميع مراحل حياته. نعم. اهتمت به طفلا، واهتمت به صبيا، واهتمت به شابا، واهتمت به كهلا، واهتمت به شيخا. ولقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى مراحل الإنسان فقال جل وعلا: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. اهتم الإسلام بالمرحلة الأخيرة. نعم. وهي مرحلة كبر السن والشيخوخة، لأنها مرحلة يحتاج الإنسان فيها إلى مزيد من العناية والرعاية والقيام بالشؤون الخاصة بالمسنين. نعم. وهذا ما أشار إليه ربنا سبحانه وتعالى في قصة بنت سيدنا شعيب. نعم. عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حيث قال الله تبارك وتعالى على لسانهما: قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. والمتأمل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه صلوات ربي وسلامه عليه اهتم بكبار السن اهتماما بالغا. نعم. كان يجلهم ويقدرهم. وليس أدل على ذلك من أن سيدنا أبا بكر بعد فتح مكة جاء بوالده أبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا بكر،
هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه؟ نعم. فقال: يا رسول الله، هو حق أن يمشي إليك لا أن تمشي إليه. هذه هي يعني معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لكبار السن. ويتبين حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لهم في حسن استقبالهم، فلقد جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة عجوز كانت من صويحبات خديجة، فهش لها النبي صلى الله عليه وسلم وبش، وأخذ يسأل عن حالها بعد أن وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن حالها، حتى إن السيدة عائشة رضي الله عنها قد استغربت من هذه المعاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة العجوز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. وليس هذا فحسب، بل إنه المتأمل أيضا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه كان يمازح كبار السن ويداعبهم صلوات ربي وسلامه عليه. فلقد جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة عجوز تقول له: يا رسول الله، ادعو الله لي أن يدخلني الجنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجنة لا تدخلها عجوز. صلى الله عليه وسلم. فولت هذه المرأة وهي تبكي وحزينة لأنها لا تكون من أهل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا: أخبروها أن الجنة لا تدخلها وهي عجوز، فإن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. الله يفتح عليك فضيلة الشيخ محمد. يعني السنة النبوية حافلة بالأحاديث النبوية الشريفة التي تتحدث عن المعاملة الطيبة لكبار السن. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، إن من إجلال الله تعالى إكرام منهم ذي الشيبة. كيف جاءت السنة النبوية المطهرة بتكريم كبار السن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. من الأشياء التي قد تصل إلى ظاهرة في المجتمع الآن هي عدم احترام أو عدم تقدير الإنسان الكبير. يعني خلينا ننزل على أرض الواقع، تجد إن حتى في وسائل المواصلات كانت الناس لما بتلاقي واحد كبير في السن فكانوا بيقوموا ويقعدوه. دلوقتي تدخل المترو، تدخل الأوتوبيس، تروح أي مكان تلاقي الإنسان الكبير واقف وبعض الناس الشباب قاعدين. فيعني من كام سنة ما كنتش تشوف الكلام ده. تجد لما راجل كبير بيتكلم مع شاب النهاردة تبص تلاقي الشاب بيعلي صوته عليه. فدي يعني ربما أصبحت ظاهرة، والظاهرة احنا زي ما عارفين يعني هي الشيء المنتشر في المجتمع بنسبة كبيرة قد تصل إلى 70%. طيب هل ده من الإسلام؟ لا طبعا، لا من الإسلام ولا من أي دين من الأديان، سواء كان دين حتى يعني يعني الأخلاقيات الإنسانية يعني الأخلاقيات الإنسانية جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليؤكد عليها وليتمها وليكملها، لكن هي موجودة بفطرة الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكلمة بعثت هنا لأتمم مكارم الأخلاق أي أن الأخلاق موجودة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولذلك حتى المصريين القدماء كان في تجد في التراث بتاعهم: لا تسرق، لا يعني لا ترمي القمامات في النيل، لا تلوث نهر النيل، لا تفعل كذا ولا تفعل كذا، هي عبارة عن مجموعة من السلوكيات والأخلاق. صحيح. ولهذا عملوا حضارة. فالأخلاق فطرة الله التي فطر الناس عليها، فجاء صلى الله عليه وسلم ليكملها وليتمها. فيعني ده مفروض سلوك إنساني. ولذلك لما تذهب الآن إلى أوروبا
تجد أن مثلا عندهم سلوكيات إسلامية دون أن يعلم الناس أن هذا أساسا من الإسلام. ناس كثيرة لم تسمع عن الإسلام لكن يطبق هذه السلوكيات كالالتزام بالمواعيد ويعني مثل هذه الأشياء. يعني هذه السلوكيات هي التي تؤدي إلى استقرار وتقدم ونهضة المجتمع، فبالتالي يعني هم متقدمون عنا لأنهم يعملون بمثل هذه السلوكيات. ونحن لا نعمل بها التي جاءت في ديننا. يعني سيدنا صلى الله عليه وسلم يعني حينما وصف المجتمع المسلم وصفه أنه كالجسد الواحد، فنحن كأمة ينبغي أن نكون أمة الجسد الواحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. طيب أمة الجسد الواحد ينبغي أن يحترم فيها الصغير الكبير، ينبغي أن يوقر فيها الكبير. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل كبير في السن فأبطأ الناس في القيام، يعني الناس تكاسلت كده كل واحد بيقوم براحته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر صغير كبيرنا ويعطف على صغيرنا. ليس منا يعني ليس على أخلاقنا. ليس منا من لم يوقر كبيرنا. فتوقير الكبير هذا خلق من أخلاق الإسلام وواجب من واجبات هذا الدين. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رجل أطال في الصلاة فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له: يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداء، يعني صلاة الصبح، لأن فلان يطيل في الصلاة. يقول راوي الحديث: فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا لم يغضب مثله من قبل، ثم قال: فإن منكم منفرين. من صلى بالناس فليخفف، فإن منهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا الإنسان الكبير حتى في الصلاة، أمرنا أن نخفف في الصلاة. فالإنسان إذا أراد أن يطيل في الصلاة كما جاء في هذا الحديث في تكملة هذا الحديث فليصلي منفردا. صحيح. فدي دعوة لنا جميعا، يعني أئمة المساجد والذين يصلون بالناس، أن يخففوا عملا بسنة سيدنا صلى الله عليه وسلم إكراما وشفقة وإجلالا لهذا الكبير في السن. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. يعني حين تقابل إنسان كبير في السن فإنك تجله وتقدره وتبتسم إليه وتقول له كلمات يعني ثناء وكلمات مدح، كما قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. يعني هذا الشعر الأبيض الذي يكون في شعر أو في رأس الإنسان الكبير في السن، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن من كان له شيبة في سبيل الله، يعني إيه في سبيل الله؟ في سبيل الله يعني إنسان يعني كبير في السن ويؤدي حياته كلها طاعة لله عز وجل وإعماراً للأرض، يؤدي عمله بإتقان. هذا الإنسان من شاب شعره في سبيل الله في مرضات الله سبحانه وتعالى كان نوراً له يوم القيامة. نستأذنكم نخرج لفاصل. فاصل مشاهدينا الكرام ثم نعود. جديد عدنا مشاهدينا الكرام، نجدد التحية لحضراتكم ولضيفينا الكريمين فضيلة الشيخ أسامة جبريل وفضيلة الشيخ محمد الخزامي من علماء وزارة الأوقاف. فضيلة الشيخ أسامة، يعني نتحدث عن كبار السن وهذه الفئة الضعيفة، لنا في رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة الحسنة، كيف كان يتعامل مع صحابته الكرام وهؤلاء الصحابة الذين تربوا في مدرسة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلموا منه، كيف كانت ونقلت لنا السيرة النبوية المطهرة هذه الأخلاق من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صحابته الكرام صلى الله عليه وسلم. نعم، لقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن كبار السن هم خير الناس. نعم. فلقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن خير الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: من طال عمره وحسن عمله. الله، من طال عمره وحسن عمله. نعم. نعم. ولما سئل عن شر الناس قال: من طال عمره وساء عمله. لا يزول الله.
فهؤلاء الأخيار الذين أطال الله سبحانه وتعالى في أعمارهم هم الذين يعمرونها بالعبادة والطاعة. ولذلك تلاحظ أنه أكثر رواد المساجد من كبار السن الذين تفرغوا للعبادة والطاعة لله تبارك وتعالى، فهم أهل الخير والبركة يرزقنا الله سبحانه وتعالى بهم وينصرنا الله تبارك وتعالى بهم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ هؤلاء الضعفاء هم سبب من أسباب كرم الله سبحانه وتعالى لنا، فهو جل جلاله يكرمنا لأجلهم. ونحن أشرنا فيما سبق إلى معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لكبار السن، هيا بنا لننظر إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين تربوا في مدرسته، كيف كانوا يقدرون كبار السن ويعرفون منزلتهم. أولا السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها توضح لنا أنه لا بد من إنزال كبار السن منازلهم وإنزال كل رجل منزلته. تقول رضي الله تبارك وتعالى عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. هذا فيما يخص السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهذا الهدي الكريم الذي نقلته لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حال الصحابة كان حالا عجيبا يتسم بالتواضع والخفية والإخلاص لله تبارك وتعالى للعمل. فليس بخاف عنكم وعن السادة المشاهدين كيف كان سيدنا أبو بكر يحلب الشاة لمرأة عجوز، فلما ولي الخلافة يعني ظنت أنه لا يعود إليها وألا يحلب شاتها، ولكنه رضي الله عنه لم ينقطع عن هذا العمل الطيب الذي كان يقوم به خدمة للمسنين وخدمة للضعفاء. وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه يضرب أروع الأمثلة في العناية بكبار السن، يذهب في جوف الليل إلى امرأة يقضي حوائجها، فيتتبعه سيدنا طلحة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ذهب إلى هذه المرأة ليسأل عن حال هذا الرجل معها ماذا يكون. قالت: إنه يتعهدني منذ كذا وكذا يأتيني بما يصلحني ويذهب عني الأذى. الله يفتح لي. كذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه لقيته في إحدى الطرق السيدة خولة بنت ثعلبة، فقالت له: لقد كنت تنادى بيا عمير، ثم قيل لك يا عمر، ثم قيل لك يا أمير المؤمنين. وأخذت تعظه مواعظ بليغة أطالت في موعظتها، حتى إن بعض الناس قد استغربوا كثرة وقوف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع هذه المرأة. فقال سيدنا عمر: أتدرون من هذه؟ إنها التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات. أفيسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه عمر؟ الله الله. فالشيخ محمد يعني مظاهر من يعني المجتمع نجدها في عدم الاهتمام بكبار المسنين. كيف يعني عالج الإسلام هذه المشكلة وهذه الظاهرة؟ أولا الإسلام يعني أمرنا أن نقدم في أحاديث كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقدم الإنسان الكبير في كل شيء، حتى في إمامة الصلاة، وكذلك في السلام وفي الأمور كلها. ولنأخذ أمثلة على هذا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما روي عنه كان رسول الله يمسح على مناكبنا ثم يقف في الصلاة فيقول: ليليني منكم
ذو الأحلام يعني الناس البالغة العاقلة. نعم. يليني منكم ذو الأحلام ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم. فكان صلى الله عليه وسلم يقدم كبار السن على غيرهم كانوا يكونون في الصف الأول. نعم. وكذلك في الصلاة طبعا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث عن الذين يعني عندهم صفات الإمامة. نعم. يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله ثم يقدم أقدمهم هجرة، فإن تساوى الناس يعني أقرأهم لكتاب الله فإن تساوى يقدم أقدمهم هجرة، فإن تساوى الناس في هذا يقدم أكبرهم سنا. نعم. فدايما الكبير في السن يقدم في كل شيء حتى في السلام. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم منكم الصغير على الكبير. نعم. والراكب على الماشي والقليل على الكثير. نعم. يعني أنا لما ألاقي حد كبير في السن أكبر مني لازم أنا اللي أبدأه بالسلام، أبادر بالسلام علي. صحيح. ولما جه طفل يتكلم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أين الكبير؟ نعم. يريد صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا كيف يحترم الكبير وكيف يقدر الكبير، وهكذا ينبغي أن نكون نحن. إذا كنا في جلسة يعني كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كما روي عن بعض الصحابة أنه كان يعرف معلومات كثيرة لكن كان يعني يستحي أن يتحدث في حضرة كبار الصحابة. نعم. فهكذا ينبغي أن نكون نحن، إذا جاء إلينا الكبير فإننا نستقبله ونقف. نعم. إليه ونجله وننصت إليه، وهذا أيضا من باب جبر الخاطر. نعم. الإنسان الكبير في السن يريد دائما من يحسسه بوجوده، يشعر. نعم. أنه هو موجود. يعني كان صلى الله عليه وسلم تأتي إليه الأمة فيأخذ صلى الله عليه وسلم فتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب بها حيث شاء. نعم. وكان سيدنا عمر بن الخطاب أيضا يعني يذهب إلى النساء العواجيز الكبار في السن ويستمع إليهن، وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم جاء في السيرة أنه حمل عن امرأة عجوز فبعد أن وصل بها قال نعم. هل أنصحك نصيحة يعني. نعم. هذا ورد في السيرة. نعم. كان يفعل ذلك. نعم. نعم طبعا كان صلى الله عليه وسلم وتعلم منه الصحابة. نعم. وقد ذكر فضيلة الشيخ مثالا لهذا في أول الكلام. نعم. فينبغي علينا أن احنا نوقر هذا الكبير، ينبغي علينا أن احنا نجله، ينبغي علينا أن احنا نحترمه، فإذا فعلنا هذا رد إلينا، هل جزاء الإحسان. نعم. إلا الإحسان. نعم. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن من احترم وقدر وأجل إنسان كبير في السن فإن الله عز وجل سيقيد له من يحترمه ومن يقدره عند كبره في السن. نعم. فلابد أن نفعل هذا، لكن ما يحدث الآن في المجتمع هذه ظاهرة ينبغي أن نواجه هذه الظاهرة ونعالج هذه الظاهرة، ينبغي أن نتصدى يعني لهذه الظاهرة. هنا يثور سؤال. نعم. يعني كيف نربي أبناءنا على هذا الخلق الكريم؟ طبعا عمل كبار السن يعني. نعم. أنا ابني زي ربين لما أشوف واحد كبير في السن أساعده، لو هو شايل حاجة أشيلها مكانه، لو هو رايح مكان لو بعد طريقة أعديه. طبعا دي حاجة محتاجة تربية. نعم. غرس هذه الأخلاق في نفوس الأبناء. التربية ليست بالكلام وإنما التربية بالسلوك والقدوة، إن ابني يراني أفعل هذا. صحيح. فإذا رآني ابني أفعل هذا فإنه سيفعل مثل، لأن الطفل دايما يحاكي يعني أي يقلد ما. نعم. يرى. فلو الطفل رأى من أبيه هذا أنه يقدر الكبير ويجل الكبير فإنه سيفعل هذا. كان الناس زمان زي ما كنا بنشوفهم. نعم. في الريف وهنا أيضا في القاهرة الأجيال القديمة، أنا إحنا يمكن آخر جيل شفنا الكلام ده. نعم. يمكن الأجيال الجديدة يعني يمكن ما شافتش الكلام، كان الصغير دايما يقبل يد الكبير. نعم. ما كانش حد يسلم على حد إلا ما يقبل يديه. حتى عندنا في الريف كنت تلاقي مثلا يعني الوالد الكريم رحمه. نعم. الله يقول قبل يد عمك فلان. نعم. قبل يد
أخ فلان، حتى من اللي هم مش من الأقارب. صحيح. لماذا لا تعود مثل هذه القيم النبيل؟ هذه القيم نتمنى أن تعود من جديد. أنا بشكركم شكرا جزيلا. في ختام هذه الحلقة نشكر ضيفينا الكريمين فضيلة الشيخ أسامة جبريل من علماء الأوقاف، شكرا جزيلا، وفضيلة الشيخ محمد الخزامي من علماء الأوقاف، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك يا فندم. ونشكركم مشاهدينا الكرام، ونلتقي على خير دائما في برنامجكم، وقولوا للناس حسنا.